قال الإمام عن الإسلام متبعا آيات ذكر وتبيانا من السنن. قال الإمام عن الإسلام متبعا آيات ذكر وتبيانا من السنن. قول الفقيه قول الفقيه ونور الدين مرشده بالحق ينطق صدقا غير مفتتن. الحق مذهبه والعقل ديدنه والعلم يبقي في ذخر على الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة الأنعام يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا هو مربط الفرس والذي بين المؤمنين بالله وبغائية هذه الدنيا وأن هذه الدنيا لها غاية، وبين من أراد أن يعيش الدنيا دون غاية ودون هدف. ولذلك فهو يرى أنه ليس هناك يوم آخر، ليس هناك حساب ولا عقاب ولا ثواب، إن هي إلا حياتنا الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مربط الفرس بين الإيمان بالله والالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه هو الإيمان باليوم الآخر. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، على بلاطة كده أنكروا اليوم الآخر. فإذا أنكرت يوم القيامة فمعناه افعل ما شئت في هذه الدنيا، فليقتل من يريد أن يقتل وليسرق من يريد أن يسرق، وأي شيء هو فيه مصلحتك افعله سواء أكان حلالا أو حراما، حيث إنه لا حلال ولا حرام. ما هو ما فيش يوم قيامة، يبقى إذن كل شيء مباح ولن تعاقب على ما أنت فاعله. إذا تم هذا المعنى وهو معنى خطير تهارج الناس، وكان الذي بينهم القوة، فالقوي هو الذي يغلب والضعيف هو الذي يجب عليه أن يستكين. وهذا ظاهر في السياسات العالمية بعدما أعلنوا الإلحاد وبعدما أعلنوا تنحية الله سبحانه وتعالى وبعد إخراجه من المنظومة بحالها، فترى القوية يسيطر على الضعيف، بل ويتعجب أن الضعيف يدافع عن نفسه، ويتعجب أكثر أنه يصمم على ذلك ويصفه بالحمق. ما دمت تعلم أنك ستهزم أو أنك لن تناطح هذه القوى الكبرى، فلما تجاهد؟ ويعتبر من جاهد أحمق لأنه سوف يضيع حياته.
أو شهواته أو يترك مصالحه في ظنهم الكاسد الفاسد. وحركات الكفاح والتحرير لم تكن كذلك، بل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، وبين لنا الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا. هذا لم يبلغ عقول من أنكر يوم البعث، ولذلك هم يتعاملون مع المؤمنين بمنطق أن هؤلاء المؤمنين جهلة حمق، لا يعرفون مصالحهم، بل ويحبون الموت، وعلى ذلك فهم يكرهون الحياة. ورسالتنا لهم تقول: بل إننا نحب الحياة ولا نريد هذا الطغيان الذي تفعلونه في الحياة، ولا نريد هذه المقاييس المعوجة المنبعجة، ولا نريد أن يكون الميزان مائلا إلى جهة الباطل. ولذلك فإننا ندافع عن الحياة ونحب الحياة، ولكننا أيضا مع حبنا للحياة نحب خالقها، ونحب هذه الحياة لدرجة أننا نلتزم بالخير فيها وبالحق فيها، لأن حقيقة الحياة ستظهر في حياة أخرى وهي الآخرة. ولذلك فمن حبنا في الحياة نحب الآخرة، ونعلم أنها الحيوان، يعني هي الراجحة في الحياتين. لماذا؟ لأن هذه حياة صغيرة وتلك حياة كبيرة، وهذه حياة فانية وتلك حياة خالدة، وهذه حياة فيها تكليف وتلك حياة فيها تشريف، وهذه حياة فيها نكد وكدر وشواغل ومشاغل، ولكن هذه حياة فيها جزاء وافي ومتع. فنحن من حبنا في الحياة ندافع عن الحياة الحقيقية، ونعطي كل حياة ما تستحق من الاهتمام، فنهتم بهذه الحياة الدنيا، ونعمر فيها الأرض، ونزكي فيها النفس، ونعبد فيها الرب سبحانه وتعالى كما أراد، وكذلك نعظم في أنفسنا الحياة الآخرة التي هي في حقيقتها الحيوان لو كانوا يعلمون، ولكنهم لا يعلمون. فنحن نحب الحياة، ووصفنا بأننا نكره الحياة قد يستجيب له بعض الغر من المسلمين، ويقولون: نعم نحن لا نحب الحياة. هذا خطأ، وهو لا يصل إلى قلوبهم وعقولهم. ومنانا كل المنى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، ومنانا أن يصل كلامنا إلى قلوبهم فتحدث الهداية بإذن الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. منانا أن نهدي بالدلالة والإرشاد، لا بخلق الهدى في القلب وهو من إذن الله وبفضل الله، أن نرشد إلى الحق فنأخذ الثواب عند الله. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. وفي رواية أخرى: خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء نادرة وغالية جدا، وكانت لا توجد إلا عند النعمان بن المنذر. ولما أراد أبو عبلة أن يعني يضع شرطا لعنترة ابن شداد يعجزه عن طلب حبيبته، فقال له: مهرها 1000 من حمر النعم، يعني حاجة غالية قوي وحاجة ما مش هتحصل. فخاطر عنترة كما هو موجود في سيرته، وذهب إلى النعمان فوهبه هذه الحمر النعم، وجاء بها مهرا لعبلة. تخيل، وهو يضرب لك الأمثال، أن هذه النوادر والجواهر الثمينة
كونك تهدي إنسانا واحدا خير لك من كل ذلك، ومما هو أكبر من ذلك، مما طلعت عليه الشمس وما غربت. إذن فهذه الآية تؤدي بنا مع البحث فيها إلى حب الحياة، ولكن إلى حب الحياة الحقيقية، وإلى حب الحياة من خلال حب الله سبحانه وتعالى، وأنه من كفر بالله وكفر باليوم الآخر وكفر بالتكليف وكفر بالتشريف وكفر بكل شيء سوى لحظته الآنية الحاضرة، هذا هو الذي لا يحب الحياة، لأن سنن الله في الكون لا تتخلف، وهذه السنن مضطردة ومستديمة، ولذلك فهو الذي لا يحب الحياة لأنه يؤسسها على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالآية عجيبة غريبة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن هي، وهي في كل اللغات في العربية وغيرها تطلق على الدنيا، على الحياة، على المعيشة، على الحالة التي نعيش فيها. إن هي، هي ضمير، فلا بد أن يعود على شيء، فيعود على الوجود المطلق الذي يعيشه الإنسان. ولأن الإنسان يدرك الدنيا وما حوله عن طريق البصر والسمع واللمس والذوق والحواس، فإن كلمة هي التي تشير إلى هذا الموجود، هذه البيئة، هذا المحيط، تكون ضمير الشأن أو القصة. وقالوا إن هي، هي اللي هي إيه؟ يعني الكينونة المحيطة بنا، وهي هذه الدنيا، إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وما نحن بمبعوثين. إذن نفي تام أن يكونوا مؤمنين بيوم البعث، فإذا رتبنا على ذلك أن إنكار يوم البعث معناه إنكار الحساب، وإنكار الحساب معناه إنكار التكليف، وإنكار التكليف معناه أن يفعل الإنسان ما شاء كما شاء، وإذا جئنا نطبق كيف يفعل منا أحدنا ما شاء كيف ما شاء، يتم ذلك إذا كان صاحب قوة يسيطر بها على الآخرين ويرغمهم على الطاعة، وهذا فيه قهر وفيه سلطان وطغيان وفيه نوع من أنواع العدوان. ولذلك الدنيا التي خلقها الله سبحانه وتعالى لا تقوم على ذلك أبدا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هذا نوع من أنواع الإقناع، فيه أن الله سبحانه وتعالى تغاضى عن ترهاتهم، هذه الترهات التي تدعي عدم وجود اليوم الآخر وكأنه لم يسمع ولم يرد عليه، لأنها مخالفة للحقيقة، وهذا ينشئ في نفس المتلقي المؤمن أن هذه لا تحتاج إلى رد من شدة تفاهتها وتهافتها، ودخل يتكلم عن الحقيقة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، الله، احنا بنقول لسه ما فيش آخرة، يبقى لابد نقيم الدليل والبرهان على أنه في آخرة، وتعدى هذا الدليل والبرهان ودخل مباشرة إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة يقف فيه الظالمون عند ربهم. قال أليس هذا بالحق، في يوم القيامة يعني، قال له والله أنت كده على بعضك، ما تستاهلش الواحد يكلمك، تعال لنا بقى يوم القيامة، كأن يوم القيامة
مسلم به، وكأنه مفطور في أذهان هؤلاء الناس. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، أن المكذبين سيعرضون على ربهم، وفي يوم القيامة لا يسعهم الإنكار، فإنهم كانوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس وإلا بالمعيش، وها هم أصبحوا في المحسوس وأصبحوا في المعيش. ولكن لما عطلوا فطرهم وعطلوا عقولهم ولم يصلوا إلى الحقيقة بهداية الله لهم استحقوا العذاب، واستحقوا العذاب لما يترتب على الكفر من فساد، فقد أفسدوا في الأرض وعاندوا، ولما يترتب عليه من شعور بالكبر. والله سبحانه وتعالى لما أراد عمارة الدنيا كتب على آدم المعصية، فخرج وهو منكسر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. خرج آدم إلى دار التكليف ونفسه منكسر وهي خائفة من الله سبحانه وتعالى، ليست عندها هذه البجاحة والجرأة والثقة الزائدة بالنفس التي تصل إلى الكبر. وجعل الله الكبر للمفسد الذي كان سببا في إخراجه من الجنة وهو إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آدم خرج على مقام الانكسار والتواضع والتبري من كل كبر، وإبليس خرج على حد الإباء والرفض والاستكبار والتفاخر ونحو ذلك. يدلنا هذا على أن عمارة الأرض تحتاج إلى ضد الكبر، تحتاج إلى ضد الإباء، تحتاج إلى الانكسار. فنحن نتعامل مع الكون، نتعامل على أنه يسبح ربه ويسجد له، ولذلك لا نفسد فيه، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. فلما لا يؤمن أحدهم بكل هذا بالوحي ولا يعلم ما حقيقة الإنسان، فإنه يعمل في الأرض من غير هذه الرؤية فيعمل على إفسادها. قد يبكي بعض البشر بعد أن يفسدوا في الأرض على إفسادهم، وقد لا يبكي بعضهم. ولذلك نرى من رفع شعار الأرض أمنا، يحافظون على البيئة، لا يتفقون، فبعض الدول الكبرى ترفض أن تحافظ على البيئة، عيشني النهاردة وموتني بكرة. تقول لهم البشر، يقول احنا مالنا ومال البشر. تقول لهم أولادكم، فيقول لما يجي أولادنا يبقى يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. إذن هذا عمل الذي يتبناه يرى أنه ليس هناك إله، وإن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ويترتب على ذلك فساد عريض، من خرم الأوزون إلى الاحتباس الحراري إلى ظاهرة التصحر إلى العدوان على البيئة بكل معانيها، ثم العدوان على الإنسان بعد الأكوان. ويصبح حقوق الإنسان قد كتبوها على الحجر وحرموها البشر. يبقى فين ده؟ كل ده سيقفون أمام الله يوم القيامة، وكل هذا يترتب على العقيدة التي افتقدوها. افتقد الإيمان بالله، فافتقد مراد الله في كونه، فعمل بعقله كيفما كان،
وبشهوته كيفما اتفق، فأفسد في الأرض واشتد الفساد. فلما قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. ولذلك هنا يتعجب بعض رقيق الشعور، واحد شعور رقيق كده، يعني كيف يعذب الرحمن الرحيم البشر؟ ومن شأن الرحمن أن يعفو وأن يتجاوز وأن يترك. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. هذا الذي يقوله ربنا إنما هو يخاطب به المفسدين حتى يفهموا، حتى يرجعوا عن فسادهم، ولا يصيب الناس هذا الفساد ولا آثار الفساد. أما رسالته إلى الناس فكانت بسم الله الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، والرحمة هي أساس الحب، ولكن هو يذكر دائما ويذكر الذين انحرفوا عن منهاجه وطريقه أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعدها: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. شوف الآية: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يعني المنهج الإلهي فيه الفلاح والربح في الدنيا والآخرة، وهؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله تترتب عليهم هذه المفاسد، ويفعلون هذا بعيدا عن منهج الله، وهم في غفلة ساهون، وهم في غمرة ساهون، وهم في غمرة لاهون، كل ذلك بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أهي دي تترسم تتحط كده زي شعار. على فكرة كل الله يكذب بلقاء الله هيبقى خسرا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ترددها ليل نهار، تقولها في وجه من أفسد في الأرض. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا في الدنيا لأنهم حرموا مراد الله، وحرموا السعادة التي ينالها الإنسان عندما يكون في طريق الله، وخسروا في الآخرة عندما وقفوا أمام الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك آل بهم الأمر إلى جهنم وبئس المصير. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الندم بقى بعد ما شافوها بعينيهم، في ندم، في انكشاف للحقائق، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، كل واحد معلق من عرقوبه، كل واحد مع نفسه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، مش كتاب غيرك، كتابك انت. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. بغتة يعني فجأة. فجأة ليه؟ لأنه سائر لا يسأل عن الساعة ولا عن موعدها ولا عن علامتها ولا عن هدفها ولا عن معناها ولا حاجة، بعيد. ولذلك جاءته فجأة، وهي فجأة أيضا لأنها في علم الله لا يعلمها ولا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يعلم وقتها إلا الله،
ولا يجليها لوقتها إلا الله، ولا يأمر بها وهو قادر عليها إلا الله، فهي في غيب الغيب، لم يطلع عليها نبي مرسل ولا ملك مقهر. ولذلك استبدل بذلك بالمعرفة العلامات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة كهاتين، حكاية الرابط. طب احنا دينا 1400 سنة ليكن، بس الحكاية الرابط. الرابط فين بقى؟ 1400 سنة ما خلينا، أيوة الرابط ده بيقول بعثت والساعة كهاتين ورا بعض على طول، فما تستكترش. فعلمنا بقى علامات، من ضمن هذه العلامات يسموها العلامات الصغرى والعلامات الوسطى والعلامات الكبرى، أنها لقرب الساعة بغتة. فالعلامات الصغرى منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دي علامة، يقول لهم ها آخر كلامه، ما هو أرسل كثير من الرسل ونبأ كثيرا من الأنبياء، بس بيقول لهم آخر كلامه. ومن العلامات الصغرى موته صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى. ومن العلامات الصغرى انتشار الإسلام وبلوغه كل مضر وحجر. ومن العلامات الصغرى، تقعد بقى تعدد في العلامات الصغرى، عدوها بتاع يمكن 70 علامة، والوسطى 70 زيها، والكبرى 10 كبار، وبرضو ممكن توصلهم 70. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.